السلام عليكم، معكم النورس في حلقة واحدة أخرى من حلقات وشكرا. بصحة وراحة القزع. إنه قزع اليهود. الحلقة ديال اليوم غنهضروا على الأحلام، ود الأحلام المغاربة بتلمو هي ضعيفة وقليلة. غنتاخد ليها 5 دقائق. نبدأ بحلم المرأة. حلم المرأة، حلم المرأة أسهل ما يكون عندنا، سهل تهضر عليه. الزواج، إنه الزواج، الزواج، الزواج. اش تزيدوا لها فراسة؟ خدمي باش تزوجي، قراي باش تزوجي، خدي الدبلوم باش تزوجي. المهم يخصها تزوج. الزواج عندها صنفين، زواج سوفتاج يعني الخليج وإمارات وداك الشيء لوروب، أولا زواج ديال مغربي اللي صافا يصرف قد على داك الشيء يعني المهم هي تزوج. تفاهموا ما تفاهموش، تبغي ما تبغيش، قد تولد ما تقدش تولد، ما عندهاش تزوج. علاش؟ انت تكون صغيرة ما تتكون مجمعة مع مدجيرة من صغير ورا عندها شي 6 سنين تتسمع ما تتكون مدجيرة أبيدي مش كريمة راه أنا سمحيتها رايا بارت تتكون لها الأخرى أبيدي أنا بارت شحال عندها من عام تسمعها حسين عام جا ولا خطاب لا ولا مسكينة ديك الصغيرة يدخلها الرعب ويلي ندير 26 نبور فلاغاب تكون ما تتقاورية تخير عندها 6 سنين مجمعة مع جارتها تقول لها ويلي مشتيش مشلان ما كتبت لها كتاب ما دارت لها اطراحة ما اخترعت تقول لها شحال عندها من عام 27 عام تقول ويلي وبقى ما كتبت لها كتاب دكتورة تعلموا ولادهم الانتاج حنا تنعلموا ولادنا تكو حلم الرجل المغربي دار داسية فلوس القهوة يخدم خدمة استابل في شيء استابل مهم مهم ويتزوج ويتزوج ويكون عنده داك ديال بين بلوس يتفرج في الماتشات ودي هاد المغرب الله يعطيه ما عرفت شنو هو المغاربة اللي فيه يتعزلوا شي نقيلات نبقاو مجمعين معاهم صافي هذا هو الحلم اللي عنده. والدليل عمركم شفتوا شي مغربي برا ما مصورش مع 3 الحوايج لي مونيمون الاثار تبسيط ديال الماكله وفي شي بوب عمركم شفتوا شي مغربيه مشات لبرا مصوره بالساك دكوشاج فوق الجبال وتشتراط تكشكيش عمرك تشوف هذه القضيه نهائيا علاش ما عندها احلام ما حياه ما حياش وداك الراجل تلقاه مشى لبرا صور حدا الثلج هادشي مكبات مزيان فهمتي من 14 واحد وكثير راه فهمتي الثلج واش كره اللي تحبوا بها باختصار الامهات والاباء علموا ولادكم يقراو ياك تقول تدعيوا بالدين نتوما وداك الشيء الزوين اول ايه يا اقرا علموا ولادكم يقراو ربيو فيهم الاحلام علمهم حس لافونتور. حنا عندنا افونتور وحده في المغرب مغامره وحده هي توبقال ويطلع بنادم على 2 مرات تضرب النص تشخا في لوبيرج الغد اللي تيكمل طلع ولا في لي ديون ديال البلدات صارت كاس دليها مصور حدا كاس الليمون ما عارفين انت شنو هي لافونتور. علموا ولادكم المغامره ربيو فيهم احلام زوينه ربيهم يكونوا منتجين اجي اللي طالع راه حنا معولين عليكم انا ما نهضرش مع الكبار دابا نهضر مع الصغار الصغار مني الله يعطيكم الستر الله يعطيكم الستر. علموا وليداتكم الا تزوجتوا المغامره وانتم لا باقي فيكم شي عرق حي لا باقي جمعوا ساكك وشاز وسيروا صافر والله زعما ماشي تشت لي انا واحد السنين باش صار تبقى تكرط شي صبانيه تصور لي حدا عودان اللي فيه في ديك بلاص ديال الطورو سمح لي الله يعطيك السر هذا تيتسمى الغباء يا أمة ضحك ضحي سمحوا لي العربية علقات يا أمة ضحكت على جهلها الأمم وشكرا